انت كيف اكرم شايل اختك ومشيت لقاعده 3 سنين من غير غابه كيف يعني؟ والقويات موضوع الزواج ده ما متمسكين فوقه، الاوروبيين ما متمسكين فيه قوي زي العثمان يعني، كانت اخذت هنا جنسيتها من زمان، جنسيتها من زمان، لكن هو قاعده بس يمشي الشغل ويجي انفه من الاخر. لما حملت قام جاب تولد حالة هنا، ومن جاد هنا 3 سنين ما جابوا الحالة، بس جاد حامل اظن لو ما كان حملت ما كان جاب مسقطتين معه هنا زي هنا زنزن فيها وتنظفين البيت وتغسلين البيت وتقويه ببيت يا اهلا قاعدة بس يا انا ما شفت لكن تلاقي بالنكاب واقع تقريبا تمام هو اللي نسيت موضوع الفيزا ما حيينا بيجي السلام يا كده يا امام بزوق هو ده حتى لو تاخرت وانت بعد ما هو لا اي وقت عليه انا قاعد تيجي قدام هاي سامية يا تيك كير يا يو تو